أود أن أؤكد مع الأخ الرئيس، الالتزام والتعهد والتريث والتأني لا يسلب حق الحكومة كونها سلطة تنفيذية. احنا نستمع إلى التوصيات من ديوان المحاسبة، من لجنة الحسابات الختامية، من اللجنة الصحية، لكن نراعي حقوق أبنائنا وبناتنا إن شاء الله ومصلحة البلد في كل قرار يتخذ بموجب صلاحياتنا. احنا ندعم التعاون حسب المادة 50، ولكن ننأى بالتدخل في شؤون أي سلطة. شكراً معالي الأخ الرئيس.